اضافه بس اخيره فيما يخص مساله الكارت اكسسوارات، انا بدعو بس حضرتك لمراجعه موقع اللجنه العليا للانتخابات وقراءه القرار رقم 2 لسنه 2014 المنظم لمساله مراقبه او متابعه منظمات الجهات الاعلاميه للاستفتاءات. هتلاقي فيه المادة الثامنة من هذا القرار بتلزم بحمل إثبات الشخصية المثبت للانتماء حضرتك للمؤسسة الصحفية بجوار هذا الكارت، يعني ده تأكيدا على المادة الثامنة منه. خلاص عظيم، اتفضل حضرتك. السلام عليكم أستاذ ثروت، حضرتك خدت فرصتك الكافية، اتفضل. السلام عليكم، أنا مراسل من كريتو الشعبي اليومية الصينية. أهلا. وعندي سؤال، هو بالنسبة إلينا نحن مراسلين الأجانب، وهل يمكننا أن نزور كل محطات التصويت أو يمكننا أن نزور بعض المحطات المعينة فقط؟ وإذا ليس كل المحطات مفتوحة علينا، وما هي الأسباب؟ شكرا. لا، أنا بطمن حضرتك أن جميع محطات التصويت متاحة لجميع الإعلاميين الحاصلين على تصريح المراقب، سواء حضراتكم أو المحليين كمان. جميع، أنا بأكد، جميع محطات التصويت ولا استثناء من ذلك مطلقا. عفوا، اتفضل يا أستاذ. أمل أيوب، جريدة المسائية، مؤسسة أخبار اليوم. أستاذن حضرتك في نقطتين بعد إذن سعادتك. النقطة الأولى خاصة بنظام التصويت في لجان الوافدين، يعني ماذا لو صوت أحد الناخبين في لجنة من لجان الوافدين ثم عاد إلى موطنه الأصلي، لأنه لجان الوافدين هي الوحيدة يعني مرتبطة بشبكة إلكترونية، أما اللجان الأخرى ليست بها. فبالتالي ممكن لا. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للجمعيات التي تم تجميدها بقرار من مجلس الوزراء، وكان بالفعل في قرار، هذا القرار ضمن الجمعيات كان جمعية اسمها جمعية الطليعة للدراسات القانونية، ومع ذلك تقدمت هذه اللجنة، سوري، الجمعية منذ مارس الماضي على أساس هي المشاركة في وقت ذلك في انتخابات البرلمان، وبعد تجميد هذه الجمعية تم إصدار لها حوالي 5000 تصريح، والأكواد موجودة مع رئيس مجلس الإدارة، ده بناء على كلام رئيس مجلس الإدارة، وبالأمس تم استبعاد هذه الجمعية. هل من قرار سياسي لهذه الجمعية أم ماذا؟ شكرا. فيما يخص نظام تصويت الوافدين، زي ما قلت لحضراتكم ان اللجنه حاطه من الضوابط اللي انا شرحتها قبل كده وهعيدها في عجاله، ان تحديد اماكن محدده لتصويت الوافدين، هذه الاماكن مربوطه الكترونيا ببعضها بحيث تكشف اي محاوله للتصويت في هذه اللجان مره اخرى، مساله ان التصويت في المكان القيد الاصلي بتاع في من الضوابط محطوطه، ولكن انا لسه في حل اعلانها الان، هتكشف ده. ثانية يعني، بس مطلوب انها تفضل سرية هذه الضوابط، بالاضافة الى ان العقوبة المشددة التي نص عليها التعديل اللي بندعو جميع المواطنين الى تجنبها، لانها اصبحت عقوبة مغلظة جدا تصل الى السجن 15 سنة. فيما يخص الجمعية، هعيد تاني موضوع الجمعيات، بس أرجو أن لأن السؤال بتاع حضرتك في إطار ما أجبت عليه، زي ما قلت لحضرتك أن ما تقدمه الجمعية عند طلب، تقديم الطلب، تقدم عدد المتابعين التي ترغب في قيدهم. جميع المنظمات وضعت أرقام كبيرة جدا أكبر من طاقتها بالفعل، واللجنة التزاما منها بما أظهرته أعطتهم أكواد، ولكن الأكواد دي ليست تصريح متابع، ده الكود ده لمجرد أنه يبدأ عملية القيد. عايز أقول لحضرتك مفيش منظمة قيدت هذه الأرقام إطلاقا، ده إصدار الأكواد ده زي ما بقول لحضرتك إيزانا ببدء القيد. مسألة استبعادها من عدمه، هرجع أقول تاني إن استمرار في المراقبة منوط باستمرار قيدها كجمعية أهلية عاملة في مصر وفقا لقانون الجمعيات، وفي حالة أن يعتري هذا القيد أي عارض
بيؤثر هذا في التصريح الصادر من اللجنة، وبالتالي في حالة موافتنا من وزارة الشؤون الاجتماعية أن بعض هذه المنظمات قد تم شطبها لأي سبب أنا ماليش علاقة بيه، أنا يعني أنا كلجنة ماليش علاقة بيه، أنا حاطط شرط إن يكون الجمعية مستمر قيدها، لو وزارة الشؤون الاجتماعية وافتني بشطب هذه الجمعيات فأنا فورا بحرمها من التصريح السابق منحه ليها. أكد تاني عشان الموضوع، الأرقام اللي منشورة على موقع اللجنة هي ما اللي هو 81,000 تصريح، يا جماعة دي مش تصريح صادرة، ده دي أرقام طلبتها هذه الجمعيات، طلبتها واللجنة منحتهم أكواد للبدء في القيد، ليس لها أي دلالة. الدلالة الحقيقية هي عداد الصدر بها تصريح وكرنيهات مصورة بالنسبة للمتابعين، كرنيهات صادرة بالصورة. أرجع ليه مسألة الاستبعاد، استبعاد الناس اللي قيدت اللي كان بيسأل عليها الأستاذ ثروت مرورا على هذا المسألة. الاستبعاد احنا زي ما قلت لحضرتك النظام الموضوع ان المنظمة بتمنح كود أكواد بعدد المتابعين اللي هي طلبتهم، وبتبدأ عن طريق موقع اللجنة انها تحمل الصور والمستندات المطلوبة لقيد المتابع. تحميل الصور والمستندات المطلوبة ده هو الشرط الوحيد لقيد الناخب، قد يكون الشخص ده استبعد، احنا مفيش حاجة شخصية مع هذا الشخص، ولكن محملش صورة، محملش بطاقة الرقم القومي بتاعه او اثبات شخصيته اللي هو مطلوب من الاجراءات المطلوبة. فقبل ان نتسرع نقول ان في استبعاد لسبب ما وانه قام على عيني وعلى راسي ولكن لم يلتزم بالاجراء المطلوب من اللجنة لقيده باختصار. تفضلي يا استاذة. سعاد طنطاوي الأهرام. نريد أن نطمئن، أين تم طباعة بطاقات الاقتراع؟ وسؤالي الثاني، الرئيس السابق محمد مرسي والرئيس الأسبق مبارك هل لهم حق التصويت، علما بأن محمد بديع وخيرة الشاطر وشفيق لهم حق تصويت، ويمكنكم أن تتأكدوا كلجنة عليا للانتخابات من الموقع الانتخابي، محمد شفيق له حق تصويت في مدرسة القاهرة الجديدة التجريبية، يعني خلاص وبديع في بني سويف، وخيرة الشاطر في مدينة نصر، فماذا يكون الأمر في هذا؟ شكرا. طيب. يعني يا جماعة تفضل استريح استريح. عشان من لهم حق التصويت ومن ليس لهم حق التصويت، اللي بيحدد ده هو القانون. يا جماعة احنا ليه دايما بنغفل ان في قانون بيحدد شروط قيد الشخص في قاعدة بيانات الناخبين؟ خلينا نرجع للقانون. القانون بيقول ان كل من يحمل بطاقة رقم قومي وبلغ من العمر 18 عام متمتعا بحقوقه السياسية، وهنا نحط خط تحت متمتعا بحقوقه السياسية، مفهوم مخالفة متمتعا بحقوقه السياسية دي ايه؟ ان يكون محروما من مباشر حقوقه السياسية، والشخص بيتم حرمانه من مباشر حقوقه السياسية في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، تمام؟ اذا انطبقت بصرف النظر بقى عن الاسماء اللي في الدنيا كلها، ومع احترامي لوجهة نظر حضرتك وكل الاسماء اللي ذكرتيها واكتر منها كمان، لو ان هذا الشخص مش محروم من مباشرة حقوق السياسية وفقا للقانون فاسمه مقيد في قاعدة بيانات الناخبين، ولا املك انا ولا حضرتك ولا اي كائن من كان ان يرفعه ما لم يتوافر في حقه مانع من مباشرة حقوق السياسية بصدور حكم في جناية او جنحة من المخلة بالشرف المنصوص عليها على سبيل الحصر، او ان يكون محجورا عليه، او يكون محجوز في مستشفى الامراض العقلية، او وفقا للبنود والمعايير الواردة في قانون مباشرة حقوق السياسية، من غير الدخول في اسماء. ده باختصار اجابة على التساؤل حضرتك. تفضل. Yeah, good afternoon. There was a question earlier about reports of people being arrested for holding up signs opposing the Constitution or asking people to vote no. And you said that that was not the responsibility of the High Elections Committee. But do you know, do citizens have the right to hold up such signs, to have a campaign for no publicly? And who is in charge of regulating this if not the High Elections Committee? Thank you. شكرا.
ارجع لو كانت اجابتي واضحه فيما قبل فبرجع اوضحها تاني. حضرتك ان كان في اشخاص مقبوض عليهم الان فامرهم ما بين يد سلطات التحقيق. سلطات التحقيق اذا كان لديها ادله وهي مستقله تماما في مباشره عملها، اذا كان لديها على ادله على تورطهم في جرائم معينه، فلن يستطيع كائن من كان ان يثني جهات التحقيق عن التحقيق معهم. اما اذا كانوا ابرياء فجهات التحقيق ولا تملك جهات التحقيق عليهم اي ادله على ارتكابهم لجرائم فسيخلى سبيلهم. ده ما لدي من اجابه في هذا الشان لان لا املك اكثر منها. اتفضل حضرتك. سياده المستشار، انا محمد السنهوري جورنال المصري اليوم. كنت عايز اسال معلش على ثلاث نقط سريعا. اول حاجه النتائج المفروض هيتم اعلانها امتى؟ هل هيبقى في فتره للطعن على اي اجراءات في عمليه السفته؟ تاني حاجه على المحافظات الحدوديه، يعني مثلا كفر الشيخ الغربيه، اسكندريه البحيره، ليه ما تمش التعامل معاهم بنفس منطق القاهره الكبرى في كضمانه اضافيه في موضوع تصويت الوافدين؟ الحاجه الثالثه، بعض الزملاء المصورين بيسالوني هل التصريح الخاص بالصحافه هينطبق عليهم وهيبقى ليهم مطلق الحريه في التصوير في اللجان، ولا ممكن جهات الامن تحتاج اي تصريح اضافي؟ شكرا. طيب سريعا بالنسبه فيما يخص النتائج، تقصد حضرتك نتائج الداخل ولا الخارج؟ الداخل والخارج. فيما يخص نتائج الخارج، حاليا غرفه العمليات المشكله او اللجنه، كمان في لجنه برئاسه قاضي موجوده في مقر اللجنه العليا للانتخابات، عاكفه على تلقي النتائج من الخارج، وهيتم تجميعها وابلاغها للجنه العليا لاعلانها مجمعه مع انتخابات الداخل. ما اقول لحضرتك فيما يخص الاعلان النتائج الداخل، القانون وفقا للقانون فاللجنه ملتزمه باعلان النتيجه خلال 72 ساعه التاليه لانتهاء التصويت. فاحنا بنتكلم على 3 ايام تاليه لانتهاء التصويت، خلالها في اي وقت تنتهي اللجنه من اعداد النتيجه هتعلن النتيجه مجمعه سواء داخل او خارج. فيما يخص المحافظات الحدوديه، مساله اعتبار القاهره الكبرى دي كان لها اعتبار سهوله التنقل داخل حدود محافظة القاهرة الكبرى عن طريق مترو الأنفاق أو وسائل المواصلات الميسرة. أما فيما يخص المحافظات المتجاورة فالاعتبار ده مش موجود، وبالتالي ما تمش الاعتبار. فيما يخص التصوير متاح بإذن رئيس اللجنة، بإذن رئيس اللجنة، لأنه رئيس اللجنة من حقه يضبط العمل داخل اللجنة ويعترض على التصوير في حالة رؤيته أن ده قد يعطل سير العملية الانتخابية. السؤال الأخير، تفضل حضرتك. معتز اثنين مصر عربية. كنت حابب اسال الفندم بالنسبه لعمليه الفرز، هل سوف تكون عمليه الفرز واعلان النتيجه في اللجان الفرعيه كما كان في الانتخابات الرئاسيه الماضيه؟ الحاجه الثانيه فيما يخص، هل اللجنه تتابع عمليه الدعايه التي تتم للاستفتاء؟ وهناك انتقادات موجهه ان التلفزيون المصري او بعض القنوات تتحدث عن التصويت بنعم فقط دون الدعوه للاستفتاء. المفروض ان التصويت غدا به اختيارين، نعم ام لا. اما الدعوه لنعم فقط وتسفيه من يصوت بلا، يعني اصبح كانت واضحه جدا في وسائل الاعلام، هل اللجنه سوف يكون لها دور في هذا الامر؟ طيب فيما يخص الفرز، فالفرز وفقا للقانون فهو في اللجان الفرعيه كما هو معمول به في الاستحقاقات الانتخابيه التي تلت هذا التعديل. وبالتالي فالفرز واعلان نتيجه الفرز بصوت مرتفع داخل اللجنه هيبقى من واجبات رئيس اللجنه الفرعيه قبل ان يبلغ النتيجه للجان العامه، واللجان العامه تبلغها الى اللجنه العليا لتجمعها واعلانها مجمع. فيما يخص الدعوه بتصويت بنعم او بتصويت بلا، ده يعني هل من الطبيعي ان تطلب اللجنه من احد ان يدعو الى التصويت بلا؟ ولكن اللجنه حطت ضوابط لمساله الدعاية حوالين اللجان، وفي قرار صدر منها بهذا الشان بيمنع التصويت او بيمنع الدعايه او حمل المواطنين على التصويت بوجه معين في اطار 200 متر محيط باللجنه، وطلبت من اللجان العامه الاشراف على تطبيق ذلك بكل حزم بالتعاون مع الجهات الامنيه المنوط بها تامين اللجان. شكرا لحضراتكم.